في المثنى وجه وجهاء المدينة دعوة لأهلها يحثونهم فيها على الاستعداد للتظاهر يوم الأحد المقبل بسبب ما وصفوه سوء الخدمات في المدينة. أهلنا الكرام، لقد أثرنا فيما مضى تجربة كل أشكال الحوار والنصح والتشجيع والتحذير للحصول على حقوقكم المشروعة قبل اللجوء إلى المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الأخرى، إلا أن تلك الأساليب الحضارية السلمية لم تكن لتنفع من يتعمد الخداع والتسويف والمماطلة والرهان على صبر الضحايا. لذا نجدنا اليوم مضطرين لدعوتكم إلى التظاهر صباح يوم الأحد القادم 23 حزيران 2019 الساعة 9 صباحا انطلاقا من كورنيش السماوة العزيزة.